صباح الخير يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مجموعة من الحلقات بتتحدث عن منطقة وادي الملوك. هنراعي فيها إنها تكون بتمتد لبضع دقائق. هنحاول إن احنا نعبر عن المنطقة بشكل بسيط ومختصر، وهنتطرق إلى مجموعة من المقابر الملكية الموجودة هناك كنموذج للمقابر الملكية الموجودة في منطقة وادي الملوك. هي طبعا منطقة شهيرة لها شهرة، يعني ليست فقط محلية أو إقليمية ولكن لها شهرة عالمية ولها شهرة حتى تاريخية، لأن هناك الكثير من الكتابات والمصادر أشارت أن هذه المنطقة في فترات تاريخية مختلفة قديما وحديثا يعني كانت بتعجب الأنشطة المختلفة من قبل الأثريين والمغامرين، وإن كان هناك الكثير من الإشارات أن بعض من هذه الأنشطة كانت سلبية. على سبيل المثال وليس الحصر، في فترة الجريك رومان، الفترة النابليونية في مصر، فترات عربية مختلفة، كان يوجد بهذه المنطقة وادي الملوك الكثير من الأنشطة. طبعا يعني يظل الحدث الأشهر في تاريخنا الحديث المرتبط بهذه المنطقة هو اكتشاف مقبرة الملك الشاب الملك المصري العظيم توت عنخ آمون، الذي تم اكتشافها سنة 1922 على يد العالم الإنجليزي الأثري الشهير هاوارد كارتر. المنطقة كانت اختيار أمثل من قبل ملوك الدولة الحديثة، وهي بدورها بتنقسم إلى ثلاثة أسرات، الأسرة 18 و19 و20. فهي كانت اختيار من قبل ملوك الأسرة 18 وخلفائهم لكي تكون مكان لتشييد أو حفر مقابرهم الملكية. اختاروا وادي الذي يطلق عليه اصطلاحا الآن وادي الملوك، به صخور خلف هضاب. اختاروا هذا المكان لكي يكون مكان لحفر مقابرهم الملكية. هو مكان لا زرع به، لا ماء، لا حيوان، لا إنسان، بعيد عن الأعين. وأرادوا أن يكون حفر مقابرهم الملكية في تكتم شديد. لكن السؤال، لماذا هذا المكان بالذات ولماذا في تكتم شديد؟ إن شاء الله نعرف الحلقة القادمة. شكرا لكم. مساء الخير يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنواصل حديثنا عن منطقة وادي الملوك، هذه المنطقة الأثرية الشهيرة الموجودة بطيبة الغربية بمدينة الأقصر. وكما نوهنا في الحلقة الأولى أن الحلقة الثانية سوف نتحدث عن السبب الرئيسي الذي جعل ملوك الأسرة 18 بادئة الدولة الحديثة باختيار هذا الوادي المقفر بعيد عن الأعين لكي يكون مقرا لنقل مقابرهم الملكية وحفظ الأثاث الجنائزي الخاص بهم. يعني نبدأ ونقول طبعا أن المصري القديم يعني وجه عنايته لحفظ الجسد المتوفي، فقام بالاعتناء بهذا الجسد وتحنيطه ودفنه في مكان آمن يعني منيع قدر الإمكان. فبالنسبة لملوك الدولة القديمة كان جسد الملك المتوفي يحفظ في حجرة الدفن داخل الهرم، ولكن نظرا لضخامة الهرم يعني كان علامة بارزة لدى اللصوص لكي يدخلوا هذه الأهرامات ويسرقوا كل محتوياتها. وطبعا لأنه هو ظاهر للعيان وظاهر يعني أمام الناس، فبالتالي كان سهل جدا أنه هو يتم تعريفه وتصنيفه على أنه يعني مقبرة ملكية أو تحتوي على آثاث جنائزي ملكي عظيم، فبالتالي للأسف تمت سرقته. ما حدث في الدولة الوسطى أن ملوك الدولة الوسطى بعض منهم بنوا أهرامات، يعني هي صغيرة نسبيا مقارنة بأهرامات ملوك الدولة القديمة، ولكن يعني الأهرامات ظلت طبعا واضحة للعيان، ولكن لكي يعني يتلمسوا بعض الأمان عملوا على تعقيد الممرات الداخلية التي تؤدي إلى حجرة الدفن داخل الهرم، لعل هذا يعني يكون مانعا للصوص الأهرامات والمقابر إذا ما اقتحموا الهرم إن هم ما يقدروش يوصلوا لحجرة الدفن وجسد الملك، ويعني إن هم يحصلوا على الأثاث الجنائزي ويعبثوا بجسد الملك ويسرقوه. لكن للأسف الطريقة
يعني هذه أيضا يعني لم تفلح، وللأسف يعني مقابر وأهرامات ملوك الدولة الوسطى يعني تم دخولها والعبث بها. فأيقن ملوك الأسرة الـ18 ومن بعدهم طبعا خلفائهم في الدولة الحديثة أن الطريقة الخاصة بالدولة القديمة والطريقة الخاصة بالدولة الوسطى يعني لم تشفع ولم تمنع اللصوص إن هم يدخلوا المقابر ويعبثوا بأجساد الملوك. فكان القرار أن مقابر الملوك لابد أن يعني تنكر في مكان بعيد عن الأعين قدر الإمكان اللي هو وادي الملوك، وإنها تتم في تكتم شديد وبطريقة سرية. ومن هنا نتفهم لماذا وادي الملوك يعني كان مقرا للمقابر الملكية الخاصة بملوك الدولة الحديثة، ويعني لماذا كان يتم ذلك في تكتم شديد حتى يتفادوا يعني سلبيات الطريقة الأولى الخاصة بملوك الدولة القديمة والطريقة الثانية الخاصة بملوك الدولة الوسطى. يتبع إن شاء الله. صباح الخير يا جماعة، إن شاء الله هنواصل حديثنا عن منطقة وادي الملوك. هذه المنطقة التي جذبت السياح في فترات سابقة قديمة موغلة في القدم، ففي فترة أباطرة الفرس كان السياح يأتون إلى منطقة وادي الملوك، ويعني تزايدت الأعداد في عهد الإسكندر الأكبر. وفي الفترة البطلمية والرومانية هناك الكثير من البخربشات التي تركها السياح في أماكن في وادي الملوك. على سبيل المثال أقدم مخربشات إغريقية تعود إلى الفترة 278 قبل الميلاد، وهي موجودة في مقبرة رمسيس السابع. ويعني أكيد أن هذه المخربشات هناك مخربشات أخرى سابقة لها ولكنها غير مؤرخة. وعلمنا أيضا من هذه المخربشات أن تمثال ممنون على سبيل المثال ومقابر وادي الملوك كانت من الأماكن المفضلة للسياح، حتى العابرون يعني كانوا يأتون ويستمتعون بمنطقة وادي الملوك وبآثار طيبة في ذلك الوقت. نجد أن مؤرخ عظيم مثل ديدور الصقلي جاء إلى المنطقة وهو عاش في القرن الأول قبل الميلاد وهو يوناني، جاء إلى المنطقة وأشار أن المنطقة تحتوي على 47 مقبرة ملكية، وهي يعني الموجودة في سجلات الكهنة. وسترابو الجغرافي اليوناني الشهير الذي عاش في الفترة الممتدة من 63 قبل الميلاد حتى 24 ميلاديا أشار إلى أن عدد المقابر الموجودة في وادي الملوك 40 مقبرة ملكية. بعد الفترة اليونانية الرومانية في آخر الفترة الرومانية النساك المسيحيون الأوائل فروا إلى الصحراء يعني هربا من نيران الاضطهاد الروماني، فأتوا إلى المنطقة وأضافوا كتابات قبطية بجانب الكتابات الإغريقية واللاتينية، بل ويعني احتلوا مقبرة رمسيس الرابع ورمسيس السادس على اعتبار أنهم من أكبر المقابر الموجودة في وادي الملوك، بل وحولوا المقبرة الأولى رمسيس أربعة إلى كنيسة، بل قاموا يعني بإزالة الصور التي يعني تكون ماسة بعقائدهم في ذلك. ثم جاء الفتح العربي لمصر سنة 642 ميلاديا، ولكن للأسف اختفت مقابر طيبة من التاريخ فلم يشار إليها من قبل أحد الرحالة أو المؤرخون أو الجغرافيون العرب، حتى جاء القرن الثالث عشر فجاء أحد الرحالة الذي يدعى أبو صالح الأرميني وتحدث عن أطلال مدينة طيبة القديمة. أعقبه رحالة أوروبيون أتوا إلى مصر وتحدثوا بإعجاب عن أماكن أثرية كثيرة مثل الأسكندرية والجيزة، ولكنهم لم يشيروا إلى عجائب الآثار الموجودة في مصر العليا ومن ضمنها أكيد طيبة الغربية، حتى جاء عام 1599 فجاء
رحالة إيطالي مجهول زار جزيرة فيلا عند الشلال الأول في أسوان، تحدث أو وصف معبد الكرنك، ولكنه فيما يبدو لم يعبر نهر النيل إلى الضفة الغربية لكي يزور مقابر الكيبة الغربية. ثم بعد ذلك جاء القرن السابع عشر الذي واكبه دراسات وأعمال وتنقيبات جادة لمنطقة وادي الملوك كانت لها نتائج مبهرة، وهذا إن شاء الله سوف يكون فحوى حديثنا في اللقاء القادم. شكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، وأتمنى لكم يوم سعيد وكل عام أنتم بخير. كنا بدأنا مجموعة حلقات بتتحدث عن وادي الملوك، تحدثنا عن الوادي ولماذا تم اختياره من قبل ملوك الأسرة الثامنة عشر، وتطرقنا إلى بعض الزيارات التي تمت في الفترة اليونانية الرومانية والفترات العربية المختلفة حتى وقفنا عند القرن السابع عشر. القرن السابع عشر كان به الكثير من الزيارات التي تمت لمنطقة وادي الملوك. ففي عام 1668 قام اثنان من الرحالة الأوروبيين بارتس وفرانسوا، وهما كانا ينتميان لإحدى الجمعيات المسيحية بزيارة وادي الملوك، ويعني تم نشر التقرير الخاص بهم بعد هذه الزيارة لحوالي 4 سنين، وتحدثوا عن معبد الكرنك، وتحدثوا عن بيبان الملوك. وبيبان الملوك هو الاسم العربي الذي كان يطلق على منطقة وادي الملوك، ودي كانت أول زيارة مسجلة لوادي الملوك. سنة 1708 كان هناك يعني دراسة أدق عن وادي الملوك قام بها الأب كلود سيكارد. هو أتى إلى هذه المنطقة وادي الملوك سنة 1708 وزار 10 مقابر هناك، وشاهد التابوت الجرانيتي الخاص بالملك رمسيس الرابع، ويعني تحدث عن الألوان الزاهية الخاصة بهذه المقابر وكم هي جميلة ورائعة وكأنها يعني رسمت في وقته. أما أول وصف علمي دقيق لوادي الملوك قام به القس الإنجليزي ريتشارد بوكوك. هو زار طيبة مرتين في عام 1738، وقام برسم خرائط للمقابر التي يسهل الوصول إليها مثل مقبرة رمسيس الرابع والسادس وسيتي الثاني وتاوسرت. وبرضو يعني تعرض لبعض التهديدات من قلة يعني كانوا رافضين الجهود العلمية اللي هو بيعملها، وحتى يعني في بعضه تعرضوا لنفس التهديدات. المهم ان هو برضو ما يحسب له ان هو وصف بعض النقوش اللي موجودة في مقبرة رمسيس الرابع، زي النقش الذي يعلو المدخل في هذه المقبرة، وكذلك الانتهالات للمعبود رع اللي موجودة في الممرين الأولين في مقبرة رمسيس الرابع. وتحدث أن في وادي الملوك هناك 14 مقبرة، 9 مقابر مفتوحة والباقي مغلق، وأبدى يعني اهتمام وإعجاب شديد بالألوان الزاهية التي كانت موجودة في هذه المقابر، ولكنه يعني لم يقم بعمل نسخها. وفي عام 1769 زار الرحالة جيمس بروس منطقة وادي الملوك، زار 7 مقابر وقام برسم الفتاتين اللتين تعزفان على الكيثارة في مقبرة رمسيس الثالث، لكن يعني الأهالي منعوه انه هو يكمل مهمته، ورسوماته الجميلة دي ظهرت سنة 1790 وأدهشت العالم على اعتبار أنها رسومات ملكية لهذه المقابر الملكية اللي يعني كلة قليلة في هذا الوقت زاروها، فيعني كان لها صداها في المجتمع الدولي أو وسط المعنيين أو الجماعات المعنية بهذا الموضوع، موضوع مصر القديمة ووادي الملوك في ذلك الوقت. وفي عام 1792 زارها ويليام جورج، ويعني تحدث عن سكان قرية القرنة
وعن أسلوب معيشتهم حتى جاء وقت الحملة الفرنسية أو الحملة النابليونية على مصر، عندما وطأت قدم نابليون بونابرت الأسكندرية سنة 1798، وده يعني كان بداية يعني الاهتمام العلمي والتوثيق العلمي للحضارة المصرية القديمة، ويعني بمثابة مرحلة انتقالية هامة في علوم المصريات، وده إن شاء الله هيكون فحوى حديثنا في الحلقة القادمة، الحلقة الخامسة من مجموعة حلقات تتحدث عن غادي الملوك. شكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، وكل عام أنتم بخير. نستكمل حديثنا عن وادي الملوك، وهذه يعني بمثابة الحلقة الخامسة. لما جينا نابليون بونابرت مصر، ده كان في 1798، ويعني هو جه مصر طبعا في ظل الصراع الاستعماري اللي كان دائر ما بينه وما بين انجلترا. كان في صراع كبير ما بين الثورة الفرنسية والممالك الأوروبية، على اعتبار ان الممالك الأوروبية يعني كانت خايفة من انتقال عدوى الثورة الفرنسية إلى ممالكها وأماكنها. فكان هناك صراع عسكري دائر ما بين الطرفين، يعني اللي يخصنا في الجزئية دي أو الموضوع ده، أن نابليون بونابرت لما جه كان فيه، أو خلينا نقول أن كان فيه إعجاب كبير مصاحب للحضارة المصرية القديمة في فترة الثورة الفرنسية وفي أوروبا والمهتمين لهذا الشأن بصفة عامة. فهو لما جه يعني صاحبه حالة من حالات الإعجاب بالحضارة المصرية القديمة، ترجمت إلى حالة توثيق علمي للآثار المصرية والحضارة المصرية القديمة، وبالتالي تناولت وادي الملوك بالدراسة والتحصيل ومحاولة فهم ما في جنبات وفي يعني مقابر هذا الوادي، وادي الملوك في طيبة الغربية. كان في تكليف لجنرال اسمه ديزيه ان هو يطارد فلول المماليك في الصعيد، ويعني هو طاردهم حتى منطقة أسوان وفيلة، بس كان في مصاحب ليه ولحملته عالم اسمه فيفان دينون. فيفان دينون يعني كان مع الجنرال ديزيه، وذهب معه حتى أسوان وفيلة، وكان يعني ألمه ما بيكفش عن إن هو يكتب عن أطلال عالي مصر وبالتالي وادي الملوك. وهو بالفعل زار طيبة الغربية حوالي 7 مرات، لكن طبعا برضو هو راح في ظروف يعني أثرت بالسلب على المهمة العلمية اللي كان بينتويها، يعني كان في مطاردات وكان في حروب، وكمان المقابر هناك يعني كان بعض المقابر بها صخور ورمال كانت بتعوق المستكشفين عن استكمال يعني مسيرتهم العلمية والاستكشافية. وبرضو كان في قلة من السكان يعني يرفضون هذا التوجه من الرحالة والباحثين الزائرين لمنطقة وادي الملوك. اللي حصل بعد كده ان نابليون بونابرت اسس معهد مصري علمي في القاهرة، فبعض أعضائه راحوا لمنطقة طيبة الغربية، ويعني سجلوا الكثير عن هذه الآثار في أعالي البلاد أو أعالي مصر، ويعني برضو عانوا عناية كبيرة بطيبة الغربية. فكانت من نتائج هذه المهام هو اكتشاف أول مقبرة في وادي الملوك مختبئة، وهي مقبرة الملك العظيم أمنحتب الثالث. ده حصل سنة 1799، واللي حصل ان اثنين من المهندسين جولو وديفاريه يعني كانا يتجولان في احدى الشعاب الغربية لوادي الملوك، فعثر على هذه المقبرة. وطبعا هما في الوقت ده لم يستطيعوا ان هما يقرأوا او يتعرفوا على النصوص الموجودة في المقبرة، على اعتبار طبعا ان الحدث الجلل اللي اعلنه شامبليون باكتشاف او فك رموز حجر رشيد والقدرة على قراءة او معرفة او يعني فهم وادراك القيمة الصوتية للعلامات
المصرية القديمة. الحدث ده كان سنة 1822 وهم اكتشفوها 1799، يعني قبل حدث شامبليون بحوالي 23 سنة. بس من جمال الرسومات اللي كانت في المقبرة هم استشعروا انها اكيد بتحمل معاني الحكمة ومعاني جليلة وعظيمة، واتبع ان شاء الله. مساء الخير على كل المتابعين، واتمنى لكم يوم سعيد. نستمر في حديثنا عن وادي الملوك، وهذه الحلقة السادسة، ويستمر الحديث عن العلماء والرحالة والمستكشفين الذين أتوا إلى وادي الملوك في فترة الحملة الفرنسية. من بينهم كان جومار وكوستاز، وقد قدموا وصف دقيق وتفصيلي عن وادي الملوك، وكوستاز قدم خريطة توضح 11 مقبرة ملكية مفتوحة وخمس مقابر إما مغلقة أو لم ينتهي العمل بها بعد. ونجد أن من أهم النتائج العلمية، أو يأتي على رأس النتائج العلمية من الحملة الفرنسية على مصر، هو إنتاج وتقديم الكتاب القيم وصف مصر، وهو عبارة عن 20 مجلد يحتوي على أهم التفاصيل والدراسات والتجارب التي سجلت من قبل علماء الحملة الفرنسية عن مصر، حيث عندما أتى نابليون بونابرت إلى مصر اصطحب معه علماء من كافة التخصصات. ومن ضمن ما قدم في هذه المجلدات عن وادي الملوك بعض النقوش عن وادي الملوك، ولكن كان التركيز الأكبر على الرسوم الهندسية الخاصة بوادي الملوك. ننتقل الآن إلى بعض الصور والرسوم المرتبطة بوادي الملوك. نجد في هذه الصورة عبارة عن سطور إغريقية قديمة للشاعر ميكالوس في مقبرة الفرعون ميرين بتاح، ترجع ربما إلى عصر الإمبراطور تراجان 104 للميلاد. في هذه الصورة نجد جبانة تيبا كما رسمها ريتشارد بوكوك في عام 1738، ويبدو منها تمثالي ممن كما يشير السهم. ننتقل إلى هذا الرسم التخطيطي الجميل لوادي الملوك لبوكوك، به بعض المقابر الملكية. ننتقل إلى هذه الصورة القيمة التي رسمها فيفان دينون لخرائب الرامسيوم أو المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني. ننتقل إلى رسم آخر تم عن طريق بوكوك سنة 1821، وهو لمنظر جميل في مقبرة رمسيس الثالث، يبدو فيه لاعب الكيثار يعزف أمام الإله شو الذي يضع على رأسه ريشة نعام، وإلى جواره اسمه مكتوبا بالهيروغليفية. ونجد بعد انتهاء الحملة الفرنسية بالفشل وجلائها عن مصر، أصبح المجال الآن مفتوحا إلى الإنجليز لكي يقوموا أو يدلوا بدلوهم في الزيارات والاستكشافات والمذكرات الخاصة بوادي الملوك. وهذا سيكون بادئة حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. تم جلاء الحملة الفرنسية عن مصر، وموقف الكرويين والرافدين للرحالة والاستكشافيين في وادي الملوك قد تغير. لم يكن الحال كما كان في فترة الحملة الفرنسية في مصر. فهنجد في 1814 رحالة ومستكشف هنري لايت أقام ونظم بعثة للتنقيب عن المومياوات في وادي الملوك، ولكنه يعني نقب في منطقة ضئيلة ولم يتوصل إلى نتائج قط. النتائج الحقيقية الناجحة في وادي الملوك كانت بالتزامن مع قدوم بليزوني. وبليزوني هو يعني مهندس إيطالي جاء إلى الأراضي المصرية في مدينة الأسكندرية سنة 1815، والتحق بخدمة القنصل البريطاني هنري سالت. وهنري سالت هذا هو الذي أمد المتحف البريطاني بأكبر مجموعة عن الآثار المصرية.
من أعمال بليزوني يعني كان له أعمال في المعبد الكنائسي للملك العظيم رمسيس الثاني في طيبة الغربية، عمل جولات ميدانية في النوبة، عمل زيارات لمعبد أبو سمبل أو معابد أبو سمبل بعد اكتشافها، وفي الجانب الغربي من وادي الملوك اكتشف مقبرة الملك الفرعون العظيم آي، والفرعون العظيم آي هو الذي حكم المملكة المصرية بعد الفرعون الشاب العظيم توت عنخ آمون في 1817. وفي بضع أيام اكتشف بليزوني مقبرة الأمير مونتو حرخبش إف، وهو أمير يعود لفترة الرعمسر المتأخرة، واكتشف مقبرة الملك العظيم رمسيس الأول، وتوج أعماله ونجاحاته باكتشاف أحد أجمل المقابر الملكية في وادي الملوك، وهي مقبرة الملك العظيم سيتي الأول. والحديث موصول عن بليزوني وأعماله في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن بليزوني ووادي الملوك وأعماله. 1817 اكتشف مقبرة سيتي الأول. لما اكتشفها وجد أنها للأسف يعني قد جردت من كنوزها الثمينة، لم يتبقى سوى بقايا ضئيلة جدا من الأساس الجنائزي الخاص بالملك العظيم والمومياء الملكية حتى قد اختفت. بليزوني لما دخل المقبرة يعني استشعر وكأن الفنانين والرسامين المصريين القدماء قد انتهوا للتو من إكمال وإنهاء هذه النقوش، وده بيعكس قد إيه يعني النقوش والكتابات ذات الألوان الزاهية كانت جميلة ومبهرة لبليزوني. من أعمال بليزوني في هذه المقبرة أنه مع الفنان أليساندر ريتش قام بنسخ النقوش الموجودة بداخل المقبرة، ويعني خلينا نحييهم. أولا هم لم يستطيعوا قراءة هذه النقوش لأن الحدث كان 1817، وشامبليون أعلن فك رموز حجر رشيد 1822، فبليزوني يعني عمل نسخ للنقوش وهو لم يكن قادرا على قراءتها، ومع ذلك يعني نقلها بأمانة وإتقان وإخلاص وصبر هو والفنان أليساندر ريتش. وإن كان يعني بعض النسخ شابها بعض الأخطاء والتحويرات، لكنهما يحيوا على هذا الصنيع. وهذه النسخ عرضت في لندن سنة 1821، ثم معظم هذه النسخ آلت بعد ذلك إلى متحف بريستول في إنجلترا. من المتعلقات الملكية اللي نقلها بليزوني من مقبرة سيتي الأول هو تابوت ملكي أو التابوت الملكي المصنوع من المرمر الشفاف، وكان على جوانبه النص الكامل لكتاب البوابات. والتابوت الملكي كان لا يلتزم بالشكل التقليدي، أو كان أول تابوت ملكي يعني لا يلتزم بالشكل التقليدي المعتاد، وكان قريب من شكل المومياء الملكية. هذا التابوت الملكي دخل في حوزة السير جون سوان سنة 1824، ويعني عرض من ضمن معروضات وكنوز ثمينة عن الحضارة المصرية القديمة في المعرض الذي أقامه جون سوان في إنجلترا. يعني أقول عن بليزوني أخيرا أنه استشعر في ذلك الوقت أن وادي الملوك لم يكن لديه ما يمد به الباحثين والمستكشفين والعلماء أكثر مما أمدهم من قبل، ولكن المفاجأة أن توالت الاستكشافات المتتالية بعد هذه الفترة. طبعاً صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. زاد الاهتمام بوادي الملوك في القرن التاسع عشر، وتم عمل الكثير من النسخ للمفردات الأثرية والنقوش والصور والنصوص لوادي الملوك، مثل نسخ روبرت هاي وجون جاردنرز وجيمس بيرتون وآخرون. ومثلت هذه النسخ سجل حافل عن هذه النقوش، كان سجل مفيد جدا للدارسين ومحبي التعرف على الحضارة المصرية القديمة بالأخص وادي الملوك، حتى جاء شامبليون عام 1822 وأعلن للعالم كله أنه استطاع
أن يفك رموز حجر رشيد ويتعرف على طلاسم اللغة المصرية القديمة. 1829 جاء شامبليون في رحلة إلى مصر امتدت لثلاثة أشهر من مارس إلى يونيو. كان يمكث في مقبرة رمسيس الرابع مع زملائه، وبقدوم صاحب حل اللغز تغيرت النظرة الإدراكية لفهم النصوص المصرية بالمقابر الملكية الفرعونية بوادي الملوك، فكان ينظر إلى هذه النصوص من باب التكهن والتخمين والحدث أنها بمثابة سجل حافل لحياة الفرعون في حياته. فجاء وقال شامبليون أن هذا الفهم خاطئ، ولكنها تتحدث عن حياة الفرعون في العالم الآخر واجتيازه العالم السفلي كالشمس حتى يبعث من جديد. كما أقر أنها تحتوي على القوانين الكونية الكلية والنظم العامة للمصريين في ذلك الوقت. وكان شامبليون أول من أدرك ولاحظ أن بعض الصور والنصوص مكررة تقريبا في المقابر الملكية، كما قدم شروحات وتراجم للكثير من النصوص لا غنى عنها لأي باحث يريد أن يتعمق ويتعرف عن كتب العالم الآخر للمصريين. والحديث موصول، شكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. وصلت بعثة إلى وادي الملوك بتمويل من ملك بروسيا فريدريك إدوارد الرابع، وهذه البعثة كان يرأسها الباحث اللامع ليبيسيوس. في عام 1844 في فترة الشتاء قامت هذه البعثة بعمل مسح شامل لوادي الملوك، قامت بتنظيف المقابر، قامت بعمل أو بنسخ لبعض نماذج النقوش الموجودة هناك، وهذه النقوش هي التي قام ليبيسيوس بنشرها لاحقا في مجلداته. وقد وجد يعني صعوبة بالغة في بعض الأحيان استحالة في فهم النصوص الدينية، ليس هو فقط، هو وباحث لامع آخر في هذه الفترة هو أودولف إيرمان. ثم ظهر على سطح علم المصريات باحث لامع آخر هو جاستون ماسبيرو، الذي ألقى أضواء جديدة وكثيرة وأفهام جديدة على تراجم شامبليون، بل قدم تراجم أكثر دقة. وجاستون ماسبيرو يعني تولى أو تقلد منصب مدير مسرحة الآثار المصرية سنة 1881، وارتبط اسمه بحدثين هامين. أما الحدث الأول فهو اكتشافه لنصوص دينية قديمة تعود إلى فترة الدولة القديمة تعرف بنصوص الأهرام، وذلك عندما فتح أهرام ملوك الأسرة الخامسة والسادسة في سقارة. أما الهدف الثاني فهو نجاحه في اكتشاف مصدر بعض آثار المقابر التي ظهرت في سوق العاديات في تيبا في الأقصر في ذلك الوقت. يعني وهذا الحدث مرتبط به قصص وروايات وأحداث كثيرة خاصة ببعض العائلات، يعني ليس هذا موضوعنا الآن. ما حدث أن السكان القرويون قد اكتشفوا خبيئة أسفل الدير البحري، هذه الخبيئة كانت مقبرة لكبير الكهنة بانيجم الثاني تعود إلى 980 قبل الميلاد، وهذه المقبرة قد تحولت إلى خبيئة. فقام ماسبيرو على عجل بعد تداول هذه الأخبار بتشكيل لجنة بمصلحة الآثار المصرية قامت ببحث الأمر، فخلصت إلى اكتشاف الكثير من التوابيت التي تحوي مومياوات لملوك وملكات ينتمون إلى الدولة الحديثة، وكذلك بعض كبار الكهنة والأمراء. من ضمن المومياوات الملكية التي اكتشفت في هذه الخبيئة أو التي وجدت في هذه الخبيئة، المومياوات الملكية الخاصة بأحمس وتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. فكان حدث جلل ارتبط باسم ماسبيرو وآخرون، ويعني يكمن قيمة هذا الحدث أيضا فأنه للمرة الأولى أن يعني يتم اكتشاف أو تقديم أو يخرج إلى الضوء مومياوات ملكية من خبيئة أو من مقابر، حيث أن قبل هذا التاريخ يعني لم نجد مثل هذه المومياوات لا في أهرام ولا في مقابر حجرية. والحديث موصول، شكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. وصلنا في الحلقة السابقة إلى حدث هام في حياة وادي الملوك، وهو اكتشاف خبيئة الدير البحري سنة 1881، وما نتج عن ذلك من التعرف على مومياوات ملكية
لبعض الملوك مصر العظام في الدورة الحديثة، وكذلك مومياوات خاصة بملكات وكبار كهنة وأمراء، وكان حدث جلل. ويعني ارتبط هذا الحدث بشخصيات كثيرة، من ضمنهم جاستو ماسبيرو اللي كان مدير مصلحة الآثار المصرية في الوقت هذا. واكب هذا الاكتشاف جهود مضنية كانت تجري على قدم وساق لتفسير النصوص الدينية المقدسة الموجودة بداخل هذه المقابر الملكية. فقام إدوارد نافيل بترجمة ابتهالات للمعبود رع، قام بترجمة كتاب البقرة السماوية، وتم إخراج وإنتاج كتاب الموتى. وكتاب الموتى هو مجموعة من النصوص الجنائزية التي كانت تستخدم من قبل أناس عاديون في مصر القديمة. قام ليفي بور هذا الباحث بترجمة كتاب البوابات، وفي فبراير ومارس من عام 1883 استحب ليفي بور بوريانت ولوري إلى وادي الملوك. قام بعمل مسح أساسي للجبانة في وادي الملوك في هذا الوقت، وقام برسم مقبرة سيتي الأول ومقبرة رمسيس الرابع، وقدم وصف قدر الإمكان لبقية المقابر الملكية هناك. ولكن كانوا يعملون بشيء من السرعة والتعجل، وبالتالي الأعمال ليست أو محدودة القيمة التي قدموها في هذا الوقت. جاستو ماسبيرو زار وادي الملوك عدة مرات، أراد أن ينال حظه من التعمق في عالم الكتب الأبدية، فكان بنتيجة ذلك أنه قدم أول وأكمل ترجمة لكتاب هام جدا هو ذكر ما هو موجود في العالم الآخر أو إيميليو هكذا اسمه. ويعني نتيجة لهذه الأبحاث الجميلة عن هذا الكتاب كان الدافع لعالم يدعى ديلاساس في كتابه القيم الذي أصدره عام 1897 أن يصف هذا الكتاب بأنه أهم مصدر لمعرفة العقيدة الشمسية في هذه الفترة من تاريخ مصر. توالت بعد ذلك فترة كانت تمتاز بأنها فترة استكشافات للكثير من المقابر الملكية بوادي الملوك، وهذا سيكون بداية حديثنا الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. في عامي 1898 و 1899 اكتشف فيكتور لوري مقابر تحتمس الأول وتحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وأعقب ذلك مفاجأة كبيرة جدا في سيرة اكتشافات وادي الملوك، وهو اكتشاف فيكتور لوري للخبيئة الثانية للمومياوات الملكية بمقبرة أمنحتب الثاني، حيث اكتشف بجانب مومياء صاحب المقبرة على مومياوات تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث ومرنبتاح ابن رمسيس الثاني. ويعني هذا الملك كثرت الروايات والتخمينات الكثيرة التي تقول أنه هو فرعون الخروج، أو ربما هو فرعون الخروج، ولكن هذا غير مؤكد من الناحية العلمية، بل هناك الكثير من التفنيدات والردود العلمية على هذا الزعم تؤكد أنه أبعد ما يكون عن فرعون الخروج. المهم ليس هذا حديثنا الآن. مومياء أمنحتب الثاني بعد هذا الاكتشاف ظلت قابعة في ذلك الوقت في مقبرته، أما بقية المومياوات الملكية المكتشفة فقد تم نقلها إلى متحف بولاق، وهذا أول متحف للآثار تم إنشائه بالقاهرة، فانضمت إلى المومياوات الملكية الأخرى التي اكتشفت سابقا في خبيئة الدير البحري، ثم تم نقل المجموعتين كاملة إلى متحف القاهرة بالتحرير. وفي عام 1959 تم إنشاء قاعة للمومياوات بمتحف القاهرة بالتحرير لكي يكون مكانا لهم، والآن هم راقدون بسلام في متحف الحضارة. أعقب حدث
فيكتور لوريه اكتشافات وأعمال وتركيبات أخرى. فقد حصل ديفيز هذا رجل الأعمال الأمريكي على امتياز حق التنقيب للآثار في وادي الملوك سنة 1902، وتواكب مع ذلك أو تزامن مع ذلك ظهور نجم آخر وباحث آخر على ساحة الاكتشافات والتنقيبات في وادي الملوك، وهو السيد هاوارد كارتر. هذا الباحث الذي ارتبط اسمه بأعظم الاكتشافات وادي الملوك، وهذا سيكون مدخلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وجمعة مباركة عليكم جميعا. شكرا. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. في عام 1902 حصل السيد تيودور ديفيز على امتياز التنقيب في منطقة وادي الملوك، وكان مدير اكتشافاته هو السيد هاوارد كارتر. وقد جاء السيد هاوارد كارتر إلى مصر لكي يعمل رساما للآثار، ثم تقلد وظيفة مفتش محلي للآثار بمصلحة الآثار المصرية، ويعني اكتسب خبرة كبيرة لكونه يعمل ويكد ويسعى في وادي الملوك. وتوج كل ذلك بمجموعة من الاكتشافات الجديدة لحساب السيد ديفيز. فقد اكتشف مقبرة تحتمس الثاني، مقبرة الملكة العظيمة حتشبسوت التي أقامتها بعد اعتلائها عرش البلاد وإعلان نفسها ملكا على البلاد، ملكا وليس ملكة، حتى أنها صورت تماثيلها بملامح ذكورة. ليس هذا موضوعنا الآن، ولكنها لجأت إلى ذلك لمجموعة من الاعتبارات والقيود ومجريات الأمور التي أحاطت بها فأجبرتها أن تفعل ذلك. اكتشف أيضا السيد هاوارد كارتر مقبرة تحتمس الرابع ومقبرة سابتاح والأساس الجنائزي ليويا وتويا. يويا وتويا هما حما أمنحتب الثالث، أي والد ووالدة زوجته. في عام 1907 انتقل السيد هاوارد كارتر لكي يعمل لحساب رجل آخر، فترك ديفيز وذهب إلى كارنافون، وأودع الكثير من الخطط والمقارنات والدراسات والصور والمذكرات بمعهد جريفس بإكسفورد بلندن، وذلك يعني يعكس مدى اهتمامه ومدى الكد الكبير الذي فعله بوادي الملوك. عودة مرة أخرى إلى السيد ديفيز رجل الأعمال الأمريكي، في عام 1908 بدأ رحلة جديدة مع باحث آخر وهو السيد إدوارد إيرتون، ويعني توج هذا الثنائي مجهوداتهما باكتشاف مقبرة حور محب في 25 فبراير سنة 1908، وهي المقبرة التي بدأ الملك العظيم حور محب إنشائها بعد اعتلائه عرش البلاد لكي تكون بديلا عن مقبرته المتواضعة في سكارة. وللحديث بقية. شكرا لكم وطاب صباحكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. اقتنع السيد تيودور ديفيز رجل الأعمال الأمريكي والباحث الكبير ماسبيرو في بدايات القرن التاسع عشر أن وادي الملوك لم يعد في استطاعته إمدادهم بالجديد، وأن كل شبر في هذا الوادي قد تم التنقيب فيه ويعني البحث فيه. ولكن السيد كارنافون والسيد هاوارد كارتر كان لهما رأي آخر. استمر في البحث والتنقيب والأعمال المدنية والحثيثة. كان يريدان البحث عن مقبرة الملك الذي مات في سن مبكرة، وهو الملك الشاب توت عنخ آمون. كللت هذه الجهود بالنجاح في عام 1922 عندما وجد عمال السيد كارتر درجات منحوتة في الصخر تحت مقبرة الملك العظيم رمسيس السادس أدت إلى مدخل المقبرة المغلقة، مدخل الملك العظيم توت عنخ آمون. فكان اكتشاف انتشر في كل أنحاء العالم كالحمى، حمى توت عنخ آمون. كل العالم يريد أن يأتي ويزور ويستمتع
بالأثاث الجنائزي لهذا الملك العظيم، وأن يرى مقتنيات هذه المقبرة التي اكتشفت ولم تمتد إليها أي يد للعبث من قبل. في عام 1967 بدأ الملك الشاب رحلاته للخارج في إطار إقامة المؤتمرات والمعارض الخارجية، فانبهر العالم أجمع بالنظر ومشاهدة واستمتاع هذا الأثاث الجنائزي للملك المصري العظيم توت عنخ آمون. ويجب بنا الإشارة أن السيد هوارد كارتر قد واجه بعض المشاكل والصعوبة في أعمال الترميم في مقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها، فاتخذ من مقبرة سيتي الثاني مقرا مؤقتا ليكون معمل لإقامة أعمال الترميم، ويعني قد تم تدعيمه ببعض الخبراء الذين ينتمون إلى متحف المتروبوليتان بنيويورك، والذين كانوا يعملون في منطقة بجانب وادي الملوك، وعلماء آخرون يعني أتوا لكي يعطوه الكثير من خبراتهم في هذا المجال وهذا الصدد. وتولى السيد هاري بورتون المصور الفوتوغرافي الشهير من متحف المتروبوليتان أعمال التصوير الفوتوغرافي للأثاث الجنائزي وللحديث بقية. شكرا لكم وطاب يومكم بالسعادة. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة عن أحد أهم المحطات الاستكشافية التاريخية في وادي الملوك، وهو استكشاف والحصول على مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون على يد السيد هوارد كارتر سنة 1922. ويبدو أن حدث نوع من أنواع فتور للحماسة وتراجع للحماسة لدى المقابر الملكية لدى الجيل التالي من العلماء، فنجد السيد أدولف إيرمان وهو أحد أهم المتخصصين في اللغة المصرية القديمة قد استنكر هذه الجغرافيا الربعية للعالم الآخر في المقابر، وأشار إلى هذا المعنى في كتابه عن ديانة المصريين القدماء، فقال إن من يتعثر في تلك السراديب المنتشرة في المقابر الملكية في وادي الملوك يجد نفسه محاطا بذكر ما هو موجود في العالم الآخر، وكان المصريين القدماء لم يجدوا ما يقولونه عن الحياة بعد الموت غير هذه الأقنعة. وأشار الباحث هيرمان كيس إلى هذا المعنى بقوله إن كتاب ذكر ما هو موجود في العالم الآخر وكتاب البوابات ينتميان إلى أقل الجوانب طلاوة في الأدب المصري القديم. وظهر على السطح يعني افتراض يقول أن هذه المناظر والنقوش ما هي إلا وحي من خزعبلات السحرة والمشعوذين في مصر القديمة. فكان المطلوب هو يعني المزيد من التأمل وإعادة إعمال الفكر في هذه الكنوز الثقافية الموجودة في وادي الملوك ومحاولة استنطاقها ويعني دراستها بشكل آخر لاستخراج ما يعني تملكه من مكنونات وجواهر ثقافية عن هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر في الدولة الحديثة. ومن اتخذ خطوات جادة في هذا المضمار كان باحث روسي ظهر نجمه على سطح علم المصريات وعلى سطح وادي الملوك، وهو السيد ألكسندر بيانكوف. وهذا سيكون مدخل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. طاب صباحكم بالسعادة وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، وصلنا إلى مرحلة السيد ألكسندر بيانكوف، فهذا الباحث الروسي النشيط الذي انكب على دراسات نصوص ونقوش وادي الملوك،
وما حدث أنه ترك بلاده بعد الثورة البلشيفية سنة 1917 في روسيا، والتي كانت من نتائجها إقامة الاتحاد السوفيتي، وهذه الثورة التي قيدت بمعرفة فلاديمير لينين، وكانت أول ثورة شيوعية في القرن العشرين. والاتحاد السوفيتي هو الذي انهار لاحقا كنتيجة للحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 26 ديسمبر 1991. عموما ليس هذا موضوعنا، نرجع إلى السيد فلاديمير بيانكوف الذي بعد هذه الثورة غادر بلاده وذهب إلى ألمانيا وفرنسا بغرض الدراسة. ثم من 1930 إلى 1936 قضى معظم أوقاته في مصر. في بداية الأمر انضم إلى بعثة لدراسة أديرة قبطية في البحر الأحمر، ثم أخيرا اجتذبه وادي الملوك بسحره فقضى فيه معظم أوقاته، ونشر أول كراسة عن كتاب البوابات مع الباحث شارلس مايستر. هذا حدث سنة 1939، ثم توالت بعد ذلك نشر الكثير من الدراسات عن وحوش وادي الملوك ونصوصه، كما قدم نشر ودراسة للتعبيرات الدينية الغير مألوفة في وادي الملوك في ضوء العقيدة الدينية المصرية القديمة. فكان نتيجة ذلك هو تقديم وإنتاج أفهام ورؤى جديدة عن الأدب الديني في مصر القديمة في ذلك الوقت، وهذه الأفهام نالت إعجاب الكثير من الدارسين. وللحديث بقية، طاب صباحكم بالسعادة والشكر. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. حدث تعاون بين السيد ألكسندر بيانكوف ومؤسسة بولينجن. قامت المؤسسة في الفترة الممتدة من 1949 إلى 1951 بتصوير فوتوغرافي بالألوان لمقبرة رمسيس السادس لأجل السيد بيانكوف. فنتج عن هذا التعاون إنتاج السيد بيانكوف لكتابه القيم عن مقبرة رمسيس السادس سنة 1954، والذي جاء كتابا قيما وصفرا متميزا للغاية، وكان أول بحث علمي وأول نشر علمي لمقبرة من مقابر وادي الملوك، يحتوي على صورا فوتوغرافية بالألوان متميزة والنقوش قد جاءت كاملة مع تراجمها. أعقب ذلك بسنوات فحص مقبرة الملك العظيم أمنحتب الثالث، كما تم وضع خطة ذكية لنشر بقية المقابر الملكية نشرا علميا. في هذه الأثناء تم نشر علمي متميز لمقبرة الملك العظيم حور محب على يد باحثان متميزان هما إريك هورنونغ وفرانك تيخمان، فجاء بحثا ممتازا يصاحبه صور فوتوغرافية بالألوان لمناظر المقبرة. وكانت مقابر وادي الملوك في هذه الفترة، بقية المقابر أقصد، في احتياج إلى نشر علمي. يجدر بنا الإشارة أن نشير إلى باحثان هامان متميزان وهما هيرمان جرابو وسيكفريد شوت، الذين كرسا مجهوداتهما واهتمامهما بدراسة النصوص الدينية للمقابر الملكية، والتي كانت تسمى في الكتابات المبكرة أدلة ما وراء الحياة. ولكن الاسم الأكثر دقة لهذه النصوص هي كتب العالم الآخر. وللحديث بقية، طاب صباحكم بالسعادة وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. قام السيد جرابو والسيد شوت بتشجيع السيد إريك هورنونغ على مواصلة ما بدأه السيد بيانكوف، وذلك بالعمل على نشر كتاب ذكر ما هو موجود في العالم الآخر. زاد الاهتمام بمعرفة مصير الموتى، وذلك بالانكباب والانغماس أكثر وأكثر على دراسة النصوص الجنائزية في هذا الصدد. قامت السيدة إليزابيث توماس والسيد جون رومر بدراسة المقابر المنقوشة والغير منقوشة. قدم السيد فريدريش أبحاث واعية
أدت إلى فهم تفصيلات جديدة عن كيفية إنشاء المقابر الملكية ونقوشها، كما قامت جامعة بازل بأخذ ملاحظات وقياسات دقيقة جعلتنا نتعرف على القانون الخاص بالأبعاد والنسب الذي كان يستخدم في هندسة المقابر الملكية في الدولة الحديثة. كل هذه الدراسات أدت إلى مقدرتنا على تتبع تطور خطة المقبرة الملكية من ملك إلى آخر. والحديث موصول. طاب صباحكم بالسعادة وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد وجمعة مباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. والحديث موصول عن وادي الملوك، هذا المكان الذي يعد من أشهر الأماكن الأثرية والسياحية في العالم أجمع بل في تاريخ الإنسانية. كنا قد بدأنا مجموعة حلقات تتحدث عن وادي الملوك، بدأناها بالإشارة إلى أهم الرحالة والمستكشفين والمغامرين الذين أتوا إلى هذا الوادي المكفر بغرض التعرف عليه، بدءا من الفترة اليونانية الرومانية مرورا بالفترات المختلفة العربية حتى فترة الحملة الفرنسية وما تلاها. وأشرنا إلى الجهود المبذولة والجهود المضنية التي قام بها العلماء والباحثون بعد الحملة الفرنسية بغرض التعرف على هذا الوادي، وأشرنا إلى أن أهم حدث علمي أثر بالإيجاب على مقدرة هؤلاء العلماء على فهم النصوص الجنائزية الموجودة بالمقابر الملكية هو اكتشاف السيد شامبليون لرموز حجر رشيد ومقدرته على فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. الآن يأخذ حديثنا منحنى آخر عن وادي الملوك، وهو هندسة المقابر الملكية بوادي الملوك. ولكن قبل الانغماس في هذا الشأن يجب الإشارة إلى تاريخ المقابر الملكية أو تاريخ المقبرة الملكية في مصر القديمة، ولو للمحة يعني بسيطة. إن تاريخ المقبرة الملكية في مصر القديمة يمتد لثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، بدءا من ملوك العصر العتيق حتى البطالمة بالأسكندرية. ومن الشكل الخارجي للمقبرة الملكية نستطيع أن نقسم هذه الفترة الزمنية إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى من 3000 عام قبل الميلاد إلى 2600 عام، وكانت المقبرة تتميز بشكل المصطبة. المرحلة الثانية من 2600 إلى 1500 قبل الميلاد، وكانت المقبرة تتميز بالشكل الهرمي. المرحلة الثالثة من 2500 قبل الميلاد إلى 1100 قبل الميلاد، وهي فترة وادي الملوك، وكانت المقبرة منحوتة في الصخر. المرحلة الرابعة والأخيرة بعد 1100 قبل الميلاد، وهي ما تعرف بفترة المقبرة المعبدية. في كل مرحلة كانت المقبرة الملكية تتميز عن غيرها في الحجم والشكل والموقع. وللحديث بقية. طاب صباحكم بالخير وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن سنتطرق بشكل بسيط في جمل بسيطة يعني عن المقابر الملكية في مصر القديمة كما أشرنا في الحلقات السابقة. نبدأ ونقول أن ظهرت الدولة في مصر بعد مرحلة ما قبل التاريخ، وذلك بتوحيد مصر العليا ومصر السفلى في وحدة سياسية واحدة ومملكة واحدة. وقد عمل ملوك الفترة المبكرة على توطيد هذه الوحدة السياسية، فجاء الملك العظيم مينا ليمثل مرحلة تاريخية جديدة، وتم انتقال السلطة من أيدي الآلهة إلى البشر. في هذه الفترة المبكرة كانت المقابر الملكية متواضعة للغاية، فكانت عبارة عن غرفة مستطيلة تحت الأرض مبطنة بقوالب من الطوب اللبن، ومع ذلك فهي تمثل مرحلة متطورة في بناء المقابر إذا ما قورنت بالمقابر في مرحلة ما قبل التاريخ. وفيما يبدو أن البناء العلوي للمقبرة كان على شكل مصطبة، أي يأخذ شكل مستطيل من الطوب اللبن منحدر الجوانب. وفيما يبدو أن البناء العلوي كان يحتوي على غرفتين جنبا إلى جنب، تحقيق لمبدأ الثنائية الذي يمكن تتبعه في تاريخ المقبرة الملكية المصرية. وللحديث بقية. طاب صباحكم بالخير والسعادة وشكرا لكم.
مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن المقابر الملكية في مصر القديمة. في بدايات الأسرة الثالثة حوالي 2600 عام قبل الميلاد، قام الملك العظيم زوفر ومهندسه إمحتب بتوحيد العناصر المنفصلة للمقبرة الملكية في بناء هائل موحد استخدمت فيه الحجارة كمادة للبناء، وهي مادة متينة تتناسب مع مفهوم الأبدية في العالم الآخر. ويجدر بنا الإشارة أن الملك العظيم دين من الأسرة الأولى استخدم أرضية جرانيتية في غرفة دفنه بأبيدوس، فكان هذا أول مشروع طموح قام به ملوك الأسرات المبكرة في استخدام الأحجار على نطاق واسع في إقامة مقابرهم الملكية. ومن بعد الملك زوسر تناوب حكام مصر جيلا بعد جيل على استخدام الأحجار كمادة للبناء في تشييد مقابرهم الملكية ومجموعاتهم الجنائزية. أما هرم زوسر المدرج، والأكثر دقة أن نقول مصطبة زوسر المدرجة، فهي محاطة بسور من الحجر الجيري يمتد لأكثر من ميل، ارتفاعه 33 قدم فوق الصحراء، ويضم مستطيلا مساحته 45 فدان، يحتوي على المقبرة الجنوبية التي تتجه نحو الغروب، والمقبرة الشمالية أو مصطبة زوسر المدرجة التي تتجه نحو الشمال وارتفاعها 200 قدم، وهي محاطة بأبنية دينية معمولة من الحجر الجيري الصلد، منها ساحة لهياكل الآلهة كانت تستخدم في احتفالات تجدد الحياة، بجانب غرف تحت الأرض كانت تستخدم لحفظ مؤن المقبرة. وللحديث بقية. طاب مساءكم بالخير والسعادة، وشكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن سنتطرق بشكل بسيط إلى المقابر الملكية في مصر القديمة عامة كما نوهنا سابقا. عند الانتقال إلى فترة الأسرة الرابعة نجد أن المهندسين الملكيين قد بدأوا يبحثون عن أشكال جديدة، فقد ملأوا مدرجات الهرم بمادة صلبة كما يبدو في هرم ميدوم، وقاموا بتحويل المقبرة الجنوبية إلى هرم ثاني صغير لا يقصد به أن يكون مكانا للدفن. وعند الانتقال إلى فترة الملك العظيم خوفو نجد أن الهرم قد وصل إلى شكله الهرمي الكامل لجوانبه الأربعة تحت إشراف المهندس المصري العظيم حن أيون ومساعديه. والهرم هو بناء تم في الفترة الممتدة من 2550 إلى 2530 قبل الميلاد، وقد ألحق به معابد جنائزية وطريق صاعد ومراكب أثرية وجدت حوله مدفونة في حفر مبطنة بالحجر الجيري كانت تضمن للملك المتوفي التنقل بحرية في سماء العالم الآخر. وللحديث بقية. طاب مساءكم بالخير والسعادة، وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن سنتطرق بشيء بسيط كما أشرنا سابقا إلى المقابر الملكية عامة في مصر القديمة. رجوعا إلى هرم الملك العظيم خوفو، نجد أن ما يشير إلى العالم الآخر هو اتجاه دهليز الدخول إلى الناحية الشمالية، وأنه يرتفع لزاوية تتراوح ما بين 26 و27 درجة، محققا خطا يربط ما بين غرفة الدفن الملكية والنجوم الثوابت الموجودة في السماء في الناحية الشمالية، مما يسهل للملك المتوفي أن يصعد عبر هذا الخط، فتتلقاه النجوم الثوابت في الناحية الشمالية وتحميه من السقوط في براثن وأعماق العالم الآخر. يعني خلف هذه العناصر المعمارية يوجد مغزى ديني كبير خاص بأبدية الملك. الهرم يرتفع ل480 قدم، وهو بذلك أعلى الأهرامات. الهرم يمتاز بالبهو العظيم، هذا البناء العجيب بداخله
الذي يمتاز بسقف مصنوع من الأحجار أو الكتل الحجرية المعشقة، ولا يوجد بهو يضاهيه بداخل أي هرم بهذا الجمال وهذا الاتساع وهذا الإعجاب الكبير. عزى البعض إلى الهرم وجود خصائص لأرقام سحرية، تنبؤات خاصة وتكهنات خاصة بوجود أسرار لأبعاد الكون للهرم، ونجد أن كل ذلك لا أساس له من الصحة. فالمصري القديم في بناء الهرم كان معني بالمفاهيم التي تحكم حجم الغرف والممرات والهريز، لم يكن معنيا بهذه الأعمال السحرية أو التكهنات أو يعني الغوامض التي يعني يروج لها البعض، وإن كان هناك يعني من ينغمس في هذه النظريات. الغرفة الكبرى بالهرم مساحتها 10×20 ذراع، ويجدر بنا الإشارة أن الذراع المصري يمتد لسبعة أو حوالي سبعة أشبار، والممرات عرضها حوالي ذراعين. وللحديث بقية. طاب صباحكم بالخير والسعادة، وشكرا لكم. صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سنتطرق بشيء بسيط عن المقابر الملكية في مصر القديمة بعد فترة الملك العظيم. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سابقا سنتطرق يعني بشيء بسيط عن المقبرة الملكية في مصر القديمة عامة. في أواخر الأسرة السادسة دب الاضطراب السياسي والانحلال الاقتصادي في أنحاء البلاد، مما نتج عنه تغيير في مجرى إنشاء المقابر الملكية وكذلك الجوانب المادية في العبادة الجنائزية. فنجد أن المقبرة الملكية في الشمال قد احتفظت بالشكل الهرمي، ولكن أمراء طيبة، هؤلاء الأمراء الذين كونوا الأسرة الحادية عشر وهي بادئة ما يعرف في تاريخ مصر القديم بالدولة الوسطى، قد استخدموا أشكالا مختلفة في إنشاء المقابر الملكية يعني طبقا للتقاليد المحلية. فجاء الملك العظيم مونتو حوتب الثاني الذي أعاد توحيد البلاد عام 2040 قبل الميلاد، وأنشأ مقبرة فريدة رائعة في حوض الدير البحري، وألحق بها قاعات ذات عمد رائعة وكذلك ممرات ذات أعمدة جميلة، وأنشأ تحت الأرض دهليزين يؤكدان الثنائية القديمة للمقبرة الملكية ولكن في شكل جديد. وللحديث بقية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سابقا سنتطرق في جمل بسيطة مختصرة عن المقابر الملكية عامة في مصر القديمة. أعاد الملك العظيم أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشر المقر الملكي إلى الشمال، والتزمت عن عمد الدولة الوسطى بتقاليد الأسرة السادسة كما تبدو في المجموعة الهرمية الخاصة بالملك العظيم بيبي الثاني. فجاءت المباني الجديدة للمقابر الجنائزية الملكية صورة طبق الأصل من الحرم الهرمي لأواخر الدولة القديمة مع بعض التغيرات الطفيفة. ومن الملاحظ هو عدم وجود نقوش في الغرف الداخلية لهذه الأبنية، فقد تم التخلي عن نصوص الأهرام وذلك حتى يتاح لعامة الناس استخدامها. وبعد إدخال بعض التغيرات على هذه النصوص ظهرت مرة أخرى على التوابيت الخشبية الخاصة بالمسؤولين وأسرهم فيما يعرف اصطلاحا بنصوص التوابيت. وهذه النصوص العالم الآخر بها ليس موجودا في السماء، وإنما هو مرتبط بأوزوريس سيد مملكة الموتى. وللحديث بقية. طاب مساءكم بكل خير، وشكرا لكم. مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سابقا
سنتطرق في جمل بسيطة مختصرة عن المقابر الملكية عامة في مصر القديمة، لما كان العالم الآخر في نصوص التوابيت مرتبط بأوزوريس سيد مملكة الموتى، نجد أن هذا التوجه قد أثر على المجموعة الملكية الجنائزية، فنجد أن الملك العظيم سنوسرت الثاني قد تخلى عن توجيه مدخل الهرم ناحية الشمال كما كان متبعا سابقا، كذلك الممر المعتدل الوحيد الذي يؤدي إلى غرفة الدفن تحول إلى نظام معقد من الممرات المتشابكة، وذلك تجسيدا للمدلولات الجديدة للعالم الآخر. كذلك تم التحول إلى الواقعية في تصوير أو التعمق إلى الواقعية في تصوير الملوك كما في تمثال الملك العظيم سنوسرت الثالث، وكان المقصود من ذلك هو تقريب صورة الملك أو تقريب الملك إلى صورة أوزوريس ذلك الحاكم المقدس الذي عانى ومات. الخلاصة أن المقابر الملكية في أواخر الدولة الوسطى احتفظت بشكلها الهرمي، كذلك أغلب الظن أن قمم مقابر الأمراء في طيبة أثناء فترة الهكسوس أيضا احتفظت بنفس الشكل الهرمي. وللحديث بقية، طاب مساءكم بكل خير وشكرا لكم.